ثلاثة أبرز أربعة مشاهد في حفل الأوسكار 2017. الكل بيتابع، إذا ما تابعش على الهواء بيتابع فيما بعد أخبار حفل الأوسكار اللي هو أهم حفل في العالم لجوائز السينما. إنما أربع مشاهد أساسية ممكن أتوقف عندهم في حفل الأوسكار 2017. المشهد الأولاني الخطأ التاريخي، أول مرة في تاريخ الأوسكار مقدم الحفل يغلط في الفيلم الفائز بجائزة الأوسكار، وده ما يقول الفيلم الصحيح اللي هو مونلايت قال الفيلم الخطأ اللي هو لا لا لاند. وطبعا ده خطأ مذهل وغير مسبوق وتاريخي، لم يحدث من قبل ان في الأوسكار يقول فيلم كذا فاز فيغلط يقول فيلم كذا فاز ويقول احنا غلطنا لان حد خد الظرف غير الظرف، وكلام ما ينفعش ابدا ان احنا نسمعه في حفل كبير زي حفل الأوسكار. نمرة اتنين او المشهد الثاني هو فوز ممثل مسلم لأول مرة بجائزة الأوسكار. هذا الممثل اللي هو ماهر شالا علي هو ممثل أمريكي وبعدين أسود، قليلين قوي السود اللي هم فازوا بجائزة الأوسكار، وكان دايما الجائزة تتهم بالعنصرية إن الأوسكار عنصرية بتروح أكتر الفنانين البيض. إنما هذا الممثل اللي هو مش فنان أبيض إنما كمان مسلم، كان مسيحيا وأسلم وبقى اسمه بعد كده ماهر شالا علي. هذا الفنان بيمثل طبعا صدمة كونه أنه هو أول مسلم يفوز بهذه الجائزة في ظل إدارة الرئيس ترامب. ثلاثة، فيلم البائع الإيراني فاز بجائزة الأوسكار لأحسن فيلم أجنبي، وطبعا إيران بقت متقدمة جدا في القوى الناعمة والسينما الإيرانية بقت متقدمة جدا، ودينا دلوقتي وصلنا إن في فيلم إيراني بياخد جائزة الأوسكار لأحسن فيلم أجنبي. طبعا مصر كانت زمان، كنا من 100 سنة و50 سنة و60 سنة و40 سنة كان مستوانا كبير جدا، وبغض النظر عن الأوسكار احنا كنا في حد ذاتنا متميزين وربما لا نحتاج إلى الأوسكار أو إلى شهادة من أحد. لكن دلوقتي احنا اللي بقينا في لا لا لاند والناس كلها تقدمت في القوة الناعمة بتاعتها. الفيلم الإيراني البائع عمل ضجة كبيرة جدا وفاز بجائزة الأوسكار لهذا العام. المخرج قال جملة بديعة ومذهلة جدا، قال إنه تقسيم العالم إلى أمريكا وأعداء أمريكا يولد الخوف والحرب. عشان نشوف بعض فنانيننا لما بيطلعوا يتكلموا ونشوف المستوى الرديء والمتردي لأداء بعض فنانيننا، ونشوف مستوى المخرج الإيراني لما طلع، شوف الجملة كأن فيلسوف بيتكلم، فبيقول لك إن تقسيم العالم إلى أمريكا وأعداء أمريكا يولد الخوف والحرب. حد محفظها له أراها في مكان، بس الجملة عالية جدا إن أطلع من المخرج اللي فيلمه فاز بجائزة الأوسكار. كمان هو ما راحش ياخد الجائزة لكن فوض حد ياخد بالنيابة عنه الجائزة. فوض مين؟ فوض رائدة فضاء وسيدة أعمال أمريكية من أصل إيراني اللي هي أنوشر أنصاري. حتى برضه منظر وبرستيج كويس إن رائدة فضاء من أصل إيراني تتسلم جائزة الأوسكار لفيلم إيراني، إن يطلع يقول بيان في جمل قوية جدا زي الجملة اللي احنا قلناها. في المجمل مشهد قوي للقوة الناعمة الإيرانية. بالنسبة لرئيس ترامب كأن برضه الأوسكار السنة دي موجه ضده، شخص غير أبيض ومسلم بيفوز بالجائزة وفيلم إيراني بيفوز بالجائزة. المشهد الرابع مقدم الحفل بيتريق على الرئيس ترامب وبيسخر منه، بيقول احنا بقالنا ساعتين في الحفلة والرئيس ترامب لسه ما عملش ولا تويتاية، ما ظهرش على تويتر. فالرئيس ترامب رد عليه في جملة قاسية جدا وقال له لدي بلد أديرها يا حمار. إذن دول أبرز أربع مشاهد في جوائز الأوسكار لعام 2017.